ما لا لا الشد دي ولا تصير فريده بدا ده ما هو ذكر من غير حاجه هو ذكر يا عم يلا يا حبيب مصطفى عايز اسمع بقى النب برضه طب انا عمال طولتش مع كل كده فشل الراجل هيتصور مع الصوت على الاكل هو هيتصور مكان ما يتصور اعمل يا عم الباسورد يا عم يا باشا كله صورته بقاله ساعتين وخلص بص يا بطل محمد ناصر سلطان يا عم كله تصور يا عم كده يا عم لف كده يا حاج لف يا عم ممدوح معايا نوبه للصوره دي بالبدله دي الله يستر منور يا شيخ حبيبي يا باشا ربنا يخليك ازيك يا محمد يا محمد عشان تكون حاطط هنا بسرعه ايه طب انت حين هاتوا في ايدك طب انت هنا والنبي عشان ازاي ما تصوروش يا بابا ربنا يا رب يجعلك خير خلف لخير سلف ان شاء الله ويقر عين ابوك بيك ويقر عينك ان شاء الله باولادك ويجعل منكم الذريه الصالحه وينبتهم نبات حسن ان شاء الله الله اكبر الله اكبر ويعني مما اسعدني الجمع الطيب الموجود الكوكبه الله اكبر من الساده القراء والاعلاميين والاذاعيين الله اكبر عليك والمحبين يعني إن هذا يدل على شيء على شيء فيدل على الكم الكبير من الحب الناس كلها لسيدنا الشيخ الخشت واسلوبه الكريمه ربنا يبارك فيه وينفع بيه تعود كده المصري